إلى الشمال ومحافظة إربد. ينضم إلينا مراسل المملكة أسامة المومني. أسامة مساء الخير وأهلا بك. الصورة العامة الآن في محافظة إربد من ناحية تسجيل خروقات والالتزام بحظر التجول الشامل، ونعرج قليلا على الوضع الصحي وعمل فرق الاستقصاء إذا وصلتك أي معلومات أسامة، سواء في إربد أو حتى في الرمثة. نعم عبد الله، بداية دعنا نبدأ بالوضع الطبي. 3 حالات شفاء أعلن عنها مستشفى الملك المؤسس قبل قليل، غادرت وبدأت بإجراءات المغادرة من المستشفى بحمد الله. هذه الحالات دخلت قبل عدة أيام إلى المستشفى وثبتت بعد الفحوصات بأن نتائجها سلبية بحمد الله. أيضا مصدر في مستشفى الملك المؤسس أكد بأنه قبل قليل ظهرت النتائج، وهناك حالة واحدة فقط سجلت اليوم في مستشفى الملك المؤسس، وذلك وفقا لمصدر في المستشفى. طبعا هذا المصدر بين بأن اليوم وصل المستشفى عشرات العينات تم فحصها، بس يعني كانت جميعها سلبية باستثناء هذه الحالة. فيما يتعلق بحالات الرمثة، 67 حالة كانت سلبية الحمد لله، لم يكن هناك أي إصابات في المخالطين للطبيب المصاب بين الأشخاص الذين تم أخذ العينات لهم. فيما يتعلق بفرق الاستقصاء الوبائي التي واصلت عملها منذ ساعات صباح هذا اليوم، جمعت عشرات العينات من مختلف مناطق محافظة إربد. العينات الآن توضع في مراكز الفحص في مستشفى الملك المؤسس ليتم إظهار نتائجها. لنتحدث أكثر عن تفاصيل وعن موضوع البحوث التي قامت بها فرق الاستقصاء الوبائي لهذا اليوم. ينضم إلينا الدكتور علي الزيتاوي، وهو المسؤول عن الفرق في محافظة إربد. مرحبا بك دكتور. يعني بداية فيما يتعلق بالرمثة، جميع العينات كانت سلبية، كيف يعني هل هناك سيكون عينات أخرى من الرمثة؟ طبعا أكيد، أن المسح لسه ما خلص. احنا امبارح الحمد لله اشتغلنا على اساس نعمل كلوزنج لكل المنطقه الموبوءه واستطعنا عليها. اليوم كمان اشتغلت الفرق وراحت تاخذ مش بس من المخالطين، يعني نقول الخط الاول، لا احنا انتقلنا للخط الثاني من المخالطين، وبكره راح نتوسع اكثر على اساس انه ما نسمح لاي فرصه انه يكون في حدا من كل العدوى. نعم دكتور، كان هناك الطبيب الذي تعرض للاصابه، كان هناك عدد من المرضى في احدى المستشفيات وتم معالجتهم، تم معالجتهم من قبل الطبيب، هل تم التوصل الى هذه الحالات وهل تم اجراء الفحوصات لها؟ طبعا هو المستشفى اللي راح عليها وقتها شاف بيجي حوالي 35 حاله راجعوا الطوارئ يومها. احنا رجعنا للسجلات وعن الكمبيوتر اخذنا كل الاسماء والعناوين، ما خلينا واحد الا زرناه في البيت، غير انه الحالات اللي كانت داخل المستشفى كمان احنا تابعناهم وعملنا لهم استقصاء والحمد لله كل امورهم كويسه. طبعا اخذنا منهم عينات، مع انه بكير لسه العينات تتاخذ على اساس انه يبين انه بوزيتيف او نيجاتيف بالنسبه للبي سي ار، ولكن احنا احتياطا اخذنا عينات وعملنا استقصاءات، وقريبا ان شاء الله بعد 5-6 ايام نرجع ناخذ بي سي ار تاكيديه ان شاء الله، عينه تاكيديه. نعم، فيما يتعلق بالوضع بشكل عام في محافظه اربد، العينات التي جمعت اليوم هل هناك عدد حتى اللحظه، وكيف كانت يعني الفحص الحسي خلال الجولات الميدانيه؟ هل هناك توقعات بارتفاع عدد المصابين؟ والله الحمد لله انا مرتاح بالموضوع لانه التقصي عم بتحسن احسن، والحالات اللي بتطلع عنا عم بتخف البوزيتيف، بينما ان عم نسحب عينات اكثر وبتجينا سلبيه، مشان هيك الحمد لله انه الوضع عم بتحسن. بينما حتى اذا بدي احكي لك عن المستشفى اللي راح عليه الطبيب، كل الكادر حتى والمرضى فحصناهم وعملنا لهم استقصاء. نعم، شكرا لك دكتور علي الزيتاوي. يعني دكتور فيما يتعلق ايضا بالكادر، كما استمع يعني اكد مصدر في المستشفى اليوم، هناك عدد من المخالطين للطبيب المصاب يتم الان توقيفهم يعني او وضع حجر عليهم في منازلهم لمده 15 يوما، وذلك كاجراء احترازي وطلبا من إدارة المستشفى لضمان عدم إصابة أي شخص مخالط للطبيب المصاب. عبد الله، فيما يتعلق بالوضع الأمني في المحافظة، يعني لم يكن هناك أي مخالفات تذكر بحمد الله اليوم باستثناء مخالفات محدودة. كان هناك توقيف 18 مركبة خالفت التعليمات و40 شخص، وذلك إلى ساعات عصر هذا اليوم وفقا لآخر المعلومات الواردة من محافظة إربد. كما نشاهد في الصورة الآن، هذه المنطقة يكون فيها عادة آلاف المتنزهين هنا في منطقة حدائق الملك عبد الله. الآن المنطقة خالية تماما، لا يوجد أي خروق نعم ترصد في هذه المنطقة وباقي مناطق المحافظة. أشكرك من محافظة إربد مراسل المملكة أسامة المومني، شكرا لك أسامة.